بوتين وبايدن، من سيدفع الثمن أولا؟ فتح التصريح الفاضح للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قال فيه إنه يعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قاتلا مرحلة نوعية جديدة في المواجهة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. ويقول الخبراء السياسيون إنه يمكن الافتراض أن مثل هذا التصريح هو أحد أعراض خرف الشيخوخة لدى الرئيس الأمريكي، والذي أدى من قبل مرارا وتكرارا إلى عدد من الفضائح المسلية مثل تلك الواقعة التي نسي فيها بايدن اسم وزير دفاعه واسم البنتاغون على سبيل المثال للحصر. ولتجنب مثل هذه الفضائح تحاول إدارة الظل إبعاد الصحفيين عن الرئيس في الوقت الذي وافق فيه بوتين على هذا التفسير للواقعة متمنيا لبايدن صحة جيدة. ومن زاوية أخرى، هناك شك في أن الإدارة الأمريكية الحالية تدرك حقا الوزن وتداعيات المحتملة لهذا المسار، ولكن في العادة فإن مثل هذه التصريحات تعقبها مباشرة عمليات عسكرية للأطراف. ولكن الحديث عن القاتل بوتين ثم التصريح في الجملة التالية بأنه لا يزال مستعدا للتعاون معه في القضايا التي تهم الولايات المتحدة الأمريكية أمر يشكك في القدرات العقلية للرئيس الأمريكي، إذ كان ينتظر بعد هذه الكلمات الموجهة إلى بوتين أي نوع من التعاون مع روسيا، وفق ما قاله عدد من الخبراء والمحللين السياسيين والمتخصصين في الشأن الدولي. وفي السنوات السابقة عاش المجتمع الأمريكي حالة من الهستيريا بشأن التهديد الروسي، ولكن هذه الهستيريا وصلت الآن إلى إدراك مشوش بالكامل للعالم الواقعي ولقدرات الولايات المتحدة الأمريكية. وأثارت تهديدات الرئيس بايدن لنظيره الروسي بوتين بدفع الثمن غضبا في روسيا، الأمر الذي دفع موسكو لاستدعاء سفيرها بواشنطن للتشاور، مشددة على أن الخطوة تهدف إلى تجنب تدهور لا رجعة فيه في العلاقات مع واشنطن. ورد بوتين في تصريح على التلفزيون في وقت سابق بشكل لاذع على تصريحات بايدن، وقال إن المرأة لا يرى إلا خصاله، ومن المفيد لروسيا أن تتجنب أي صراعات في انتظار موت الولايات المتحدة الأمريكية، فروسيا تنمو وتزداد قوتها بينما تضعف الولايات المتحدة الأمريكية وتتجه نحو تدمير الذات. وبمجرد الانتظار من 5 إلى 10 سنوات فإن روسيا لديها فرصة لكي تكون المستفيدة الرئيسية من السقوط المدوي الوشيك لأمريكا. ولم يعد للجميع القول بأن العالم يدخل فترة من عدم الاستقرار، وإنما هي فترة بالفعل يمكن وصفها بحالة الهدوء قبل العاصفة، حيث إنه في السابق كان من الممكن أن تكون هناك حرب عالمية، ولكن نظرا لقدرة الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا على تدمير بعضهم البعض، فمن المحتمل أن يتطور الصراع على أراضي دول ثالثة.